السلام عليكم، مرحبا بكم اخواتي من جديد في قناتي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده ومني ان شاء الله. جدكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله راح ينال اعجابكم وتستفادوا منه مجموعه من الوصفات اللي ان شاء الله راح تستفادوا منها. نبداو بسم الله على بركه الله في الفيديو. اول شيء راح نقوم به راح نقوم بتحضير تحضير لطخت فخاز. نبداو بالاباط ان شاء الله. في حاجه نديرو كما هنا تشوفوا، راني درت 100 غرام من الزبده طريه، نخدمها مليح حتى تعود رطبه، ونزيد لها كاس من السكر، نخدمهم جيدا بهذه الطريقه. ثم راح نضيف لهم كيس من الفاني، ونضيف لهم بيضه ورشه تاع ملح. نخلط المكونات جيدا مع بعض، ثم راح نضيف لهم زوج كيسان من الفرينه. لايم لاباط تاعي مليح كما كنت تشوفوا، ثم راح نديرها في البابي فيلم وندخلها للثلاجة ترتاح مدة ساعتين. في الوقت هذاك راح يعني ندير أشياء أخرى. بالنسبة لتحضير الكريمة نحتاجو زوج كيسان من الحليب، ما يعادل عندي الكثير في دلي 200 مليلتر، يعني ما يعادل 400 مليلتر. نضيفو له كيس من السكر فاني أو فانيلا سائلاش المتوفر عندكم. وراح نضيفو ثلاث صفار البيض، نضيفو لهم 70 غرام من السكر حبيبات سكر عادي، نخلطهم جيدا حتى يبيض لي الخليط تاعي. ثم راح نضيفو الميزينا، زوج ملاعق كبيرة من الميزينا ما يعادل 45 غرام. نخلط المكونات جيدا مع بعض. نضيف كيس من الفانيلا، ثم نجيب هذاك الحليب بعد اللي سخنته فوق النار. نبدا نضيف بشويه ونخلط، ثم راح نضيف هذاك الخليط بعد اللي حركته جيدا. نضيفه للحليب المتبقي ونحرك بالتدريج على نار متوسطه، يعني نقوم بالتحريك المستمر حتى تتشكل لنا الكريمه تاعنا تكون جاهزه ان شاء الله. نضيف لها تقريبا 40 غرام من الزبده، نخلطها جيدا، ثم نضعها في صحن ونكونتاكتيها بالبابي فيلم وخليها حتى تبرد. في الوقت هذاك راح نجيبو، يعني هنا الكريمه تاعنا راهي وجده، واللاباط تاعي بعد اللي ارتحت لي يعني ساعتين في الثلاجة، جبتها حليتها بالحلال، ثم درتها في المولعة وترجعتها للثلاجة 10 دقائق. بعد شعلت الفرن تاعي على درجة 170 حتى 180 وخليوها تطيب حتى تاخذ لي لون ذهبي خفيف بالبزاف، ثم نخرجها خليها تبرد. ما راح نضيف الكريمة تاعي بعد اللي خدمتها مليح بالفوي كما راكم تشوفوا، نحطها، ثم راح يعني نزينوها بالفخاز فراوله طازجه. نقسم الحبه الى قسمين، حاولوا يعني تختاروا الفخاز تكون متساويه باش يعني يجيكم الشكل تاعها جميل. ثم نزين لاطخت تاعي بالفخاز كما راكم تشوفوا في الفيديو، نخليكم مع الصور. Thank you.
هنايا راح نحضر نقوم تحضير الكناج، يعني باش نغطي به الفخاس تاعنا تجي شكل تاعها لامع ويحافظ لنا عليها مدة اطول. نديت ربع كاس من الماء مع ربع كاس من السكر، نخلطهم جيدا، ثم راح نضيف لهم 3 ملاعق من عصير الليمون ونخليهم يغليو. يعني نديروا الكناج تاعنا يعني خليوه فوق النار حتى يبدأ يعقد لنا شويه. ما تقدروا تضيفوا له جيلاتين اذا كانت متوفره، اذا كانت غير متوفره يمكن تستغنوا عليها، يعني راح تساعد الخضر تاعنا، عفوا تساعد الفراوله تاعنا باش يعني تبقى محافظه على الشكل تاعها. ثم بعد اللي يبرد لنا راح يعني نطليو الفواكه تاعنا كما تشوفوا في الفيديو، راح تعطي لها لمعه جميله وتحافظ لنا على الفخاس تاعنا مده اطول. على هذه هي لاطاخ تاعنا واجده. بالنسبه للعشاء راح نوجد ان شاء الله كسكس بالخضر. هنايا عندي بصله والثوم ريحتهم مليح كما كنتو تشوفون، نحطهم في الكوكوت مينيت. راح نديرو ان شاء الله بالدجاج، نحط كميه الدجاج على حساب افراد العائله. ثم ضفت الفلفل الاحمر وضفت الطماطم مصبره وكسبر مرحي وضفت ضفت شويه تاع الزيت، يعني ما زودتش كميه الزيت. ونضيف ايضا ضفت الملح، الملح على حسب الحاجه، وضفت الحميصه يعني بعد اللي شمختها باتت في الماء. راح نحمص المكونات كامل مع بعض. هنايا ان شاء الله راح نقوم بالنسبه للخضر. هنايا عندي فول كنت يعني مخبياته في المجمد، راني جبته كنت يعني خزنته معاكم في فيديو سابق. راح نفوره كما كنت تشوفوا، تقلاو لي هذوك الخضر. راح درتهم في لاكوكوت، سكرت عليها، مرقت وسكرت، خلي الدجاج تاعي حتى يطيب. هنايا راح ندير الخرشف والكورجيت، راح ننقيهم كما تشوفوا. هذا الخرشف عنده يعني درت لكم فيديو كيفيه الحفاظ على الخضر، عنده اكثر من شهر ومازال يعني محافظ على يعني ما درتوش في المجمد، خليته عادي جدا في الثلاجه، لان كما تعرفوا المجمد يفز لنا الخرشف. وتشوفوا عنده مده طويله، غسلته نقيته مليح وفورته كما راكم تشوفوا. هنايا الدجاج تاعي راه طاب، حليت لاكوكوت ميني تاعي، راح نحي هذوك نحي الدجاج تاعي، راح نحطه في الفرن، نحمره شويه، نحطه في البلا وندهنه شويه بالزيت وندخلهم للفرن باش ياخذوا لي اللون احمر لون ذهبي، يعني نحمرهم عادي في الفرن. والمرق تاعي ضفت الفول والفول بعد اللي فورته شويه، والكورجيت قطعتها مرصوات كبار كما راكم تشوفوا. ما قلت لكم ضفت الخضر، ضفت الخرشف ايضا، يعني المقطع ما بانش، وخليتهم يعني يغليو شويه حتى يطيبوا لي الخضر. هنايا راح نغسل الكسكاس كما تشوفوا، درت كميه على حسب الاستعمال، راح نغسلها كما تشوفوا ونخليها تنشف جيدا، ثم نطرحها في القزعه، ندير لها شويه ملح وشويه زيت ونخليها ينشف شويه، ونضيف ال هنايا ضفت الخرشف، ظنيت ان المقطع راح لي لكنه يعني ها كما تشوفوا ضفت الخرشف. خليهم يطيبوا، ما نسكرش لاكوكوت مينيت، فقط نخليها خلي الخضر تاعي يطيب في غرضها. هاكم تشوفوا الكسكس تاعنا، ضفت له الملح وشويه تاع زيت، خليه ينشف شويه ينشف ونديرو في الكسكس ونفورو. راح نفورو خطرتين هنا يتفور.
الهضره الاولى، نجبدو نضيف له الماء بالتدريج حتى يشرب لي مليح، من ينشف نعاود نزيد له الماء ونخليه ينشف ونزيد ندير له الماء يعني حتى نشوفه تنفخ مليح، ثم راح نرجعو نفورو المره الثانيه. هنايا الدجاج تاعي راه تحمر كيما تشوفوا، خذا لون ذهبي جميل جدا، راح يعطي له بنه رائعه، يجي بنين خير من تخليه هكذاك فقط بالمرق، راح يجي بنين بالبزاف بهذه الطريقه. هنايا بعد اللي فر لي الكسكاس تاعي درت له الزبده و لا ديروا له الزيت يعني الشيء اللي بغيتوه نتوما، ونخلط الكسكس تاعي راه جاهز ان شاء الله. بالنسبه للمقطع المقطع تاعي يعني تقديم يعني تمحالي توضر لي، ان شاء الله تكون هذه الفكره نالت اعجابكم. في الاخر ما لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.